اهلا بكل مشاهدينا من جديد. كلنا حاسين بالحراره اللي موجوده في الجو، لكن بالرغم من ده الارقام معتدله جدا. خلينا نشوف هيئه الارصاد الجويه بتقول ايه. هيئه الارصاد بتقول ان النهارده الجو هيكون حار ورطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وهيكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافه الانحاء. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتوره، كل سنه وانت بالف صحه. صباح الخير على حضرتك استاذه منى، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم بخير يا رب. دكتوره منار، طمنينا النهارده على حاله الطقس، ويا ترى درجات الحراره هتفضل في المعدلات الطبيعيه ولا مستعدين لارتفاع في درجات الحراره تاني؟ لا الحمد لله، احنا بنشهد من الامس استقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره بتكون حول المعدلات ويمكن كمان اقل من المعدلات الطبيعيه بحوالي من درجه لدرجتين، لان احنا بنتاثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى مع تحسن في درجات الحراره، بالاضافه كمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على تكاثر سحب منخفضه ومتوسطه على مدار اليوم، فده بيحجب جزء من اشعه الشمس خلال فترات النهار وبيساعد اكثر على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. الاجواء الحمد لله تحولت من اجواء شديده الحراره اللي شهدناها في بدايه هذا الاسبوع الى اجواء حاره رطبه على اغلب المناطق اللي موجوده في شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، هتظل اجواء شديده الحراره على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل الاجواء معتدله تماما على كافه انحاء الجمهوريه، خاصه كمان ان احنا هنشهد نشاط للرياح سرعته ما بين ال 30 لل 40 كيلو متر على الساعه، فده نشاط رياح على اغلب انحاء الجمهوريه هيساعد على مزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحراره والاحساس بنسب رطوبه اقل خاصه فترات المساء، بالاضافه كمان ان احنا هنشهد ارتفاع امواج على البحر المتوسط هيوصل ل 2 متر، مهم جدا ننوه عن ارتفاع الموج على البحر. ده ممكن ياثر على المصطفين اللي موجودين في السواحل عندنا يا دكتوره؟ احنا دايما نبقى حاضرين، هو بالفعل ممكن ياثر، فاحنا هنبقى دايما حاضرين من ارتفاع الامواج لانه هيوصل ل 2 متر على البحر المتوسط، فدايما لما ارتفاع الامواج بيوصل ل 2 متر دايما لازم نحذر منه الساده المصطفين على البحر المتوسط، لكن البحر الاحمر نقدر نقول ارتفاع الامواج فيه مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، بالاضافه كمان ان احنا ما زال في تكون لشبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات. طب ده يخلينا نسال سؤال تاني، احنا عارفين ان يعني في الوقت ده في بعض المصطفين بيفضلوا انهم يتاخروا شويه عن اول ايام وتاني ايام العيد ويسافروا بعد يمكن الاضحيه او ذبح الاضحيه، فده ممكن ياثر برضو على الطرق ولا الشبوره مش هتضايقنا في الطريق؟ هي شبوره مائيه خفيفه جدا ان شاء الله مش هتاثر على حركه المرور او هتؤدي لاغلاق الطرق، لكن هتاثر على الرؤية الأفقية بشكل خفيف، فاحنا دايما نخلي بالنا من وجود الشبورة المائية مع تكونها في الساعات المتأخرة من الليل وبتستمر حتى الساعة 6 صباحا حتى سطوع أشعة الشمس، لكن الأوقات يعني تكون الشبورة المائية ممكن الطرق تبقى شغالة فيها عادي ما فيش مشكلة، لكن برضو القيادة تبقى دايما بهدوء مع تكون الشبورة المائية، وكمان طبعا السادة المصطفين على البحر دايما الحذر من فترة سطوع أشعة الشمس اللي هي فترة من الساعة 12 الظهر للساعة 4 العصر، الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، مهم جدا نتجنب أشعة الشمس المباشرة في الفترة دي، هي ما زالت طبعا درجات الحرارة حول المعدلات، يمكن ده هيكمل معانا كمان لنهاية هذا الأسبوع بداية الأسبوع المقبل، لكن هتظل درجات الحرارة فترة الظهيرة في الأجواء الصيفية، فاحنا نتجنب أشعة الشمس بقدر الإمكان. طيب في حالة نشاط للرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط، ده ممكن يساعد ان احنا نحس بشعور افضل كده على المدن الساحلية وممكن شوية الهواء دول يوصلوا لنا القاهرة؟ هو طبعا في نشاط للرياح على السواحل الغربيه ومسطح البحر المتوسط، ده كان بنقول ان في ارتفاع امواج على البحر المتوسط، كمان القاهره هتشهد نشاط للرياح حتى كمان محافظات شمال الصعيد، وده هيساعدنا على عدم الاحساس بنسب رطوبه ان شاء الله خلال فترات المساء وفترات الليل باذن الله. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على محافظات ومدن مصر. هنبتدي بالقاهرة للعظمى فيها 34 والصغرى 24، الإسكندرية 30-25، مطروح 30-24، سيوة 35-22، بورسعيد 31-25، ودمياط 30-24، الإسماعيلية 34-22، السويس 34-24،
العريش 32-24، طابة 35-24، كاترين 32-18، شرم الشيخ 38-29، الغردقة أيضا 38-29، الفيوم 34-24، بني سويف 35-25، والمنيا 36-25. بنلاحظ فعلا ان درجات الحراره اقل بكثير من الايام اللي فاتت، بالذات في محافظات الوجه. طول ما احنا متجهين جنوبا احنا شايفين مع بعض اسيوط بتسجل العظمى 37 والصغرى 26، سوهاج 37-26 ايضا، قنا 38-27، الاقصر 40-28، اسوان بتسجل 40-28، الوادي الجديد 38-27، شلاتين 36-27، أما حلايب العظمى بتسجل 33 والصغرى 28. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا مع حضراتكم بيان مبدئي بدرجات الحرارة في مختلف مدن ومحافظات مصر. خلينا نرجع على طول لشاذلي والجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا، اتفضل. شكرا ليك يا مام.